أنا سميتي نعيمة، في عمري 20. هاد الوقيتة هادي أنا كنهضر معكم وعندي 20 عام. فاش كنت في عمري 9 سنين توفى الوالد ديالي الله يرحمه. كاينة أنا وجوج خوتي دراري، وأنا متوسطة وعندي خوتي من بابا. كان عندي واحد خويا عنده واحد الولد تكون في عمره هذيك الوقيتة شي 20 عام، 21 عام واقيلة، وبنت كانت كبر مني تقريبا بعامين. كانت عندها ديك الساعة 12 ولا 13 وأنا 9 سنين. كنت كنمشي عندهم وكنجلس عندهم، وكان ديك البنت اسمها مروة، كانت من النوع اللي كيكون ما كيقولوا شيطان حريمية، يعني تعلم منها الشيطان وماسخة بزاف، يعني خارجة الطريق. وهي في داك لاج يعني واخا هي باقا صغيرة ما عقلها موسخ كيف ما كنقولوا حنا بالعامية. حيت انا كنت بوحدي بنت عند ماما، وكنت كنلعب بزاف غير مع خوتي، وكنت كنلعب اصلا غير مع هاد البنت خويا، حتى خوتي ما كنتش كنلعب معاهم، كنلعب اكثريا مع هاد بنت خويا اللي من بابا. كنا صحابات، وخا هكاك كانت هي غدارة وانا كنت نية بزاف، وكانت عزيزة عليا حيت كانت هي الوحيدة اللي كتلعب معايا وكتخرجني وندورو. حيت فاش كان بابا عايش الله يرحمه كان فششني بزاف، يعني ديما كنكون مع بابا، وإلا بغيتها ولا اللي حليت على فمي كيحضرها لي ويجيبها لي. أما ماما كانت صعيبة شوية خصوصا معايا أنا. من بعد ما توفى بابا كنت بغات تقتلني، كانت بغات تقتلني. واحد المرة صدت لي فمي ونيفي وجلست عليا، كانت غتقتلني، وهادشي طبعا شحال هادي، ولكن لا يسمح ليها وصافي. المهم هاد بنت خويا كنت ديما معاها، ديما فرحانة أنا وياها ونلعب أنا وياها، يعني أنا براسي كنت متعلقة فيها، وكان راسي ديك الوقيتة خاوي ونية وحساسة بزاف، وكان بغي غير نلعب ونضحك. واحد المرة خرجت من القراية ومشيت للدار حطيت شكارتي وقلت لماما أنا غادي نمشي عند مروة بنت خويا، خلاتني حتى دارهم ما كانش بعيدة. المهم فاش مشيت دخلت عليهم، حلت لي مروة وسلمت عليها، ودخلت باش نسلم على خويا ومراته كيف العادة. دخلت ما لقيتهمش، لقيت غير مروة وخوها مجيد. هو كان جالس في واحد البيت وانا ومروة جالسين في الصالون كناكلو انا وياه، وكنتفرجو في التلفازة. شوية هو يعيط مجيد لاخته مروة وقال ليها اجي نقول لك وسيري. نات ومشات عنده، وبقيت انا يعني غير بوحدي، ما عرفتش اشنو قال ليها ولا ما نعرف، حيت ما ردتش البال نهائيا. شوية وهي ترجع وجلست حدايا وسكتات. شوية هي تقول لي راكي جيتي زوينة بهاد الحوايج، انا بقيت غير كنضحك وقلت لها ويلي. مهم قلت لي تكلمي سري عند مجيد راه بغاك. انا على نيتي نضت ومشيت لعنده، قلت راه بغي يسولني ولا نجيب له شي حاجة، حيت كنت كنتسرى في دارهم كيف ما بغيت. دخلت عنده ولقيته كيلعب في البيسي، كان كيلعب ديك اللعبة ديال جيتيا. قال لي واش بغيتي تلعبي؟ انا فرحت قلت لي اه، حيت اصلا هو ما كيخلنيش لي نقربوا البيسي ديالو نهائيا، وفرحت حيت قال لي نلعب فيه. قلت لي اه، قال لي اجي جلسي هنايا. جلست في الكرسي وبقى كيوري لي كيفاش نلعب. شويه بقيت كنلعب ويحط لي على يدي فواحد المنطقه المهم بلا ما نقول. انا تخلعت وقلت ليه اشنو كدير؟ قال لي والو ومالكي، وبقى كيضحك قال لي لعبي لعبي راه ما عندي لك والو. انا على نيتي بقيت كنلعب وهو يشدني عاوتاني بلا ما نقول لكم منين، انتو ما غتفهموا اكيد. واختو في الصاله جالسه كتفرج، انا بغيت نوض قال لي واش ما بغيتيش تلعبي؟ قلت ليه بغيت ولكن ما سقسنيش. قال لي صافي لهلا سيري بحالك. انا كنت صراحه عاجبني اللعبه بزاف، قلت مع راسي ها هي اختو حدانا ما غيدير ليا والو نرجع نلعب، حيت اصلا انا ما عمرني لعبت في البيسي ولا في التليفون، كنت كنعرف غير الالعاب ديال القراعي وديال مونيكات وداك التراب والطين. المهم رجعت وجلست وهو عاود قاسني، وهو يا تدخل اختي ديك الوقيته فين قاسني. ديك الساعه حيديتو بالزربه وبعد مني دخلت شفتني كنلعب وقلت له اعطيني نلعب حتى انا، وقال ليها بلاتي تكمل نعيمه واجي انت. وخرجت مروه عاوتاني قرب ليا مجيد وقال لي اجي لهنايا شويه ونعاود لنعطيك زعما انك تلعبي اكثر مع مروه. انا اختي والله ما عرفت شنو كان باغي يدير ليا ولا حتى شنو هو داك الشيء، ما عارفاش كنت باقا صغيره. نعسني فوق الناموسيه ديالو ومرس عليا، انا ما كنت عارفه ولا شرف لا بكاره لا والو. صراحه حسيت بواحد شويه ديال الحريق، ولكن الدم ما كانش، ما شفت والو، يعني علاقه ديال الدم ولا اني لو كنت زعما اصلا شفت الدم كنت غادي نتخلع ونبقى نبكي، ولكن والو. حتى سلمني وتخيلي اشنو دار، قال لي خرجي دابا للصاله باش تدخل مروه عاوتاني.
انا خرجت عاجبني الحال، حيت زعما راه وخدر ليا هكاك راه غادي يعطيني اللعب كتر مع اختو. فاش خرجت دخلت اختو وسدوا الباب عاوتاني واحد 5 دقائق ولا ما نعرف ولا ما كاملاش. خرجت وقالت لي اجن دابا راه نوبتك انتيا. انا فرحت حيت غادي نلعب في بيسي. دخلت وخرجت اختو هي كضحك وعاوتاني نعسني وقال لي غير هاد المره ونعطيك تلعبي بزاف. انا عقلي غير مع البيسي، خليته شويه هو يقصحني. قلت لي بركه عطيني نلعب نوض صافي. قد نوضني وقال لي واخا، عطاني نلعب شويه وقال لي صافي بركه راه خويا ليا من البيسي من شارج وجري علينا صافي. انا ومروه بقينا كنضحكوا. كتقول لي هي شنو دار لك؟ انا ديت كنعاود ليها شنو دار ليا وهي كذلك. وقلت لي عندك تقولي هادشي شي حد ولا لماماك راه غادي تضربك. وانا خفت وقلت لها لا لا ما تخافيش صافي. حتى قرب يأد المغرب بغيت نرجع للدار، رجعت وما قالت لي زعما ما قلت شي حاجه لماما، ما قلت لهم حتى شي حاجه مسؤوليتني ما قلت لها والو حيت خفت وصاتني مروه. المهم فاش رجعت للدار ما قلت لهم والو صافي. حتى الغدا وجات عندي بنت خويا مروه قالت لي يلاهي معايا نضرو شويه. انا قلت لها واخا، قلتها لماما وخرجت معاها. بقينا كندورو حتى عينا وقالت لي يلاه نمشيو زعما للدار نرتاحو شويه. مشينا ولقينا غير مرت خويا اللي من بابا، جلسنا وضحكنا شويه وهدرنا. ودخل مجيد سلم علينا ودخل لبيته. انا بالفرحه تبعته قلت ليه عافاك اخويا مجيد عطيني نلعب عاوتاني ودفعني. قال لي لا والله لا شفتيها. هز تليفونه ومشى خرج صافي عادي. حتى بغيت نمشي وهي تقول لي مرات خويا والله تتباتي معانا، تباتي عندنا حيت فايت كم شحال من مره كنت كنبات عندهم، كنت كنبات معاهم عادي. وقلت لها راه ما قلتش لماما. قالت لي انا غنصوني ليها. صنت على ماما وقالت عليها، قالت لها هي نعيمه غتبات معانا هاد الليله غير تني عليها صافي. ماما قبلات حيت عرفت ما غيطرى ليا والو عندهم، ماشي اول مره ولا اخر مره اللي بت عندهم صافي. تعشينا مجموعين ومجيد كيتصرف عادي بحال الا ما وقع والو. كان ديك الساعه الصيف وكانوا كينعسوا في السطح. طلعنا الفراش ومجيد فوق ما كنت قابل معاه في الدروج وحنا طالعين كيبغي يشدني وكنت تهرب منه. كانت بلاصتي انا حدا بنت خويا مروه ومجيد حتى هو، يعني مروه كانت بيناتنا. ايوا طلعت غير انا وبنت خويا وتكينا، ومازال خويا مدخل وحتى مراته كتغسل في الماء لتحت ومجيد حتى هو كان لتحت. تخيلوا تخيلي اختي اميمه هذيك بنت خويا كتقرب مني جات فوق مني ما عرفت اشنو كانت ناويه دير وشنو قال ليها مخها. بقات كتبوس فيا وكتقص فيا بواحد الطريقه لي غريبه شويه. وطلعت مرات خويا تكات وفاش كانت طالعه مرات خويا تقلبت مروه للجهه الاخرى، يعني رجعتني انا الوسط بينها وبين مجيد. مرات خويا طلعت ومدت ما جابت حيت اصلا حنا درنا راسنا ناعسات شويه. وطلع مجيد بقى كيتعاود هو امه صافي. انا غير كنسمع ليهم حتى داني نعاس. ما قاسنيش ولا ما حسيتش الله اعلم. الصباح فقت وما لقيتوش ومروه منشوره حدايا نعسه. فيقتها وجمعنا الفراش وهبطنا لقينا مرت خويا ومجد لنا الماكله. فطرنا ومعانا مجيد. انا بغيت نمشي للدار توحش ماما. وصلتني مرات خويا عادي صافي. انا وليت كنقلب غير يعني فاش ولا امتى نمشي لعندهم ونلقاه غير هو واخته ونمارس معاه باش يعطيني نلعب في البيسي. واحد الخطره مشيت عندهم ولقيت عاوتاني مجيد ومروه، وكانت مرات خويا لابسه جلابيتها وبغات تمشي للسوق. لقيت عاوتاني انا ومروه ومجيد. بقينا جالسين شويه. قال لنا مجيد قال لنا اجي نلعبوا قشقاش، يعني كيهرينا بالالعاب. واخا اختو كانت عارفه وقيله ولحد الان ما عارفاش واش كانت ولا كانوا متفقين عليا زعما باش يخسروني ولا ما نعرف. المهم بقينا كنلعبوا ومروه غمضت عينيها وتخبينا انا ومجيد ورا الباب ديال بيته. هو يتقرب مني تاني. المهم عاوتاني مارس معايا ولكن الدم ما عمرني شفته. المهم انا حسيت فحال الا ولفت ولكن ما عاودتش مشيت ليهم نهائيا. حيت واحد المره مشيت لعندهم وانا نسمع صوت ديال مروه لداخل ولكن هي ما بغاش تفتح لي الباب وانا ما عجبنيش الحال وما رضيتش صافي. بعدت شويه وفاش كنت كنقرا ديك الوقيته في السادس كانت عندي واحد صاحبتي تقريبا بحال بنت خويا مروه، حتى هي ماسخه وحتى هي كتقرب مني. هاد البنت كانت سميتها سكينة. المهم حتى هي كتقرب مني، يعني ولفنا الهضرة الخاسرة بيناتنا. واحد المرة جات لعندي سكينة، جات عندي للدار وقالت لي يلا نخرجوا. خرجنا وبعدنا على الدار شوية وهي تعود لي على واحد خدام كان كيبني ليهم في واحد الدار جديدة ديالهم.
قالت لي بلي شفته كيدير شي حركه غريبه وهي كانت عارفه مزين شنو كيدير وتقربت منه وقالت لي باش نمشيو عنده. وتخيلي هاد المسخ كامل وانا في عمري 11 سنه، هذيك وقيلا كانت عندها 12 عام. والله اختي اميمه فاش كنت فكر هادشي كنكره حياتي كامله، بقى طفله ما كاينش لي ينبهني، الام ديالي ما كانتش في هاد العالم. صافي انا قلت ليها واخا، حيت كان كيعطينا الفلوس. لغد لي جبت معاها جوج بنات وحدين اخرين، بنات الحومانيز كنعرفهم. قالت لي حتى هما بغاو يمشيو معانا. وتخيلي انا وسكينه وجوج بنات غادي عند واحد مزوج وبولاده وبنته اصلا صاحبتنا قدنا في العمر. احنا كنا ما عارفين والو، الفلوس هبلونا من الصغر واللعب. صافي دخلنا عنده، حيت الدار اللي كانت كتبنا ديال صاحبتي سكينه دار جديده، وكان عنده هو الساروت حيت داك الراجل خدام فيها وعنده الساروت ديالها. دخلنا، المهم بقى كيتخاير فينا بحال داكشي ديال حارم السلطان، وكيعزل شويه شير صبعو ليا وقال لي اجي انتيا الاولى. قربت عنده، المهم راكم عارفين مرس عليا عاوتاني، ولكن الدم ما عاود شفته وما بانش ليا، وحتى الحريق ما عرفت كيفاش ما حسيتش به. المهم عطاني الفلوس، الله ياخذ فيه الحق في هذا النهار. وخرجنا فرحانين وشدي الفلوس وغادي للحوانت كنشريو حتى شبعنا حلاوي وبموات. كنا كنشوفو مالي الحوانت الله يسمح لينا، وكنبقاو نشفرو ليهم الماكله وداكشي الحلاوي. كنا كنتعلمو هادشي وحنا باقيين صغار، ولكن داك الراجل كان كيقول ديك سكينه عاودي جيبي ليا دوك البنات واجي معاهم، ولكن انا قلت ليها لا حيت صافي كرهت. صراحه اللي محيرني اني نعس مع راجل مزوج وانا في عمر 12 عام ومرس عليا ولد خويا اللي انا خالته ولد خويا ماجد حتى هو، والدم اللي ما عمرني شفته ولو انهم كيمرسوا عليا كيف الزعمة، وانا دابا عندي 20 عام وهذه هي الطمه الكبرى. ديما كانت تهرب من الزواج غير اني نتشوه ونشوه دارنا، خفت لنكون ماشي بنت ما عرفاش حاليا راسي واش بنت ولا لا، والسبيطارات مستحيل نقدر نمشي ليهم ونقول ليهم ولا زعما نشوف راسي واش بنت ولا لا، حيت الناس حاضيه والمدينه ساكنه فيها انا صغيره وما عنديش الفلوس اصلا باش نمشي للطبيب، ومالين دارنا ما خصهمش يعرفوا. المهم حيره بزاف وما عرفتش اشنو ندير. صافي المهم هذه هي القصه ديالي، انا بغيت شرائي شنو نقدر ندير، حد ما كنت هرب من الزواج خفت نكون ماشي بنت، ومن 5 سنين دابا دازت عليها واحد 6 سنين دابا ما عمرو عاود قرب لجهتي لحد الان ولا قرب ليا. بعدت من كل شيء ولكن خايفه وحايره في راسي بزاف. عفاك عفاك اختي دوزي القصه ديالي الا كانت مهمه شويه على شي قصص وحدين اخرين، حيت بالنسبه ليا انا مهمه هاد القصه ديالي بزاف. ديما كنتهرب من كلمه ديال الزواج، كنشوف راسي لو كان يخطبني واحد وبغيتو شنو غندير واش نقول له، انا ما عارفهش راسي واش بنت ولا لا، مستحيل نقدر. وحتى ماما القطامة الكبرى اني كنت شفتها مع خويا من الاب ديالي بابا ماجد نعسن مع بعضياتهم وماجد ولد خويا اللي كيمارس علينا انا واختو بلا حشمه بلا حياه، وكيطمعني بالالعاب وانا كيف البغله، وداك الشماته حشومه كاع نقول ليه راجل مزوج وحنا قد بنته، وجمعنا انا وصحاباتي وطمعنا بفلوس. حياتي وليت كنشوفها صفر، ولا كنحس براسي حتى شي حاجه، كنحس براسي محتاجه للحب والحنان بزاف اقسم بالله، واحد الدرجه ما تقدريش تخيليها قداش بابا ولفني حنانه وخلاني وسط الدياب وخلاني. والله حتى قلبي كيتقطع، انا كرهت دابا الدراري وليت كنقلب على الحنان ديال الاب، وليت كنحلم غير نتزوج بشي راجل ينسيني ولا انه يسترني ويكون كبير حتى في لاج ما كيهمش، اهم حاجه يعطيني الحنان ديال الاب، هذه هي الدنيا وما فيها. صراحه انا اختصرت بزاف حيت عندي بزاف ما يتقال، ماما اللي كتمارس مع خويا وزيد كتخرج في مساسات الليل ودركه في الطوموبيلات فين كتمشي الله اعلم.